أعزائي أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة الدراسة يوم إلى يوم، ونستمر في دراستنا عن حياة بولس الرسول. شفنا أن بولس الرسول وقف أمام الوالي فيليكس. في هذه الحلقة رح نتكلم عن المحاكمة أمام فستوس. أنا بدعوك لتشاهد هذه الحلقة حتى تعرف أكثر عن هذا الموضوع وتستفيد روحيا. إذا عندك أي مداخلة أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا. ابقوا معي، سأعود بعد قليل. قبل ما أبتدي عن أتكلم عن الحاكم فستوس، أريد أن أرجع أن أتكلم عن فيليكس. طبعا تخيلوا معي أن بولس وقف أمام حنانية اللي عنده ماضي غير مشرف بالفساد والظلم، وقف أمام الحاكم فيليكس أيضا عنده ماضي غير مشرف من الظلم والرشوة والقتل والعنف، وأمام دروسيلا اللي حياتها الأخلاقية ما كانتش أيضا صحيحة. فتخيلوا معي بولس البريء يقف أمام هؤلاء جميعا. فيليكس ظل يستجوب بولس لمدة سنتين في قيصرية. يعني داخليا هو عارف أنه بولس بريء، لكن ظل يستجوب. يمكن سمع عن التقديمات اللي جابهن لأورشليم، يمكن عاوز فلوس، عاوز مال، عاوز رشوة. وهذا طبعا اللي خلى هذا الحاكم يفسد بسبب المال وبسبب الرشاوة. في قيصرية حدث نقاش بين الجالية اليهودية وبين الجالية اليونانية. قيصرية يهودية أم يونانية؟ وصل الوضع أنهم تقاتلوا بالخناجر وانتصر اليهود طبعا في هذه المقاتلة. فطبعا عرف فيليكس الوالي وأنزل قواته الجيش وقتل آلاف من اليهود، وبعد ما قتلهم سلب ونهب بيوت الأغنياء، إلى درجة أنهم أخذوا ورفعوا هذه الشكوى إلى روما إلى قيصر، مما أدى لطرد الوالي فيليكس. وطبعا هذا كان يعتبر رمز للخزي وعدم النزاهة، طرد من وظيفته. أتذكرون عندما قال لبولس اذهب ومتى حصلت على وقت؟ لم يحصل على وقت لأنه طرد من وظيفته. لولا أخوه الذي كان في روما في أيام نيرون لكانوا طبعا قطعوا رأسه أو قتلوه لفيليكس. فهذا إن دل على شيء، العدالة الإلهية، عدالة السماء تممت طبعا هذه ونفذت هذه الأمور. أما فستوس فكان يختلف عن الوالي الذي كان قبله فيليكس. فستوس كان رجل عادل، كان رجل مستقيم، وطبعا معروف عنه بالنظافة وبالنزاهة أيضا. ما عاشش فترة طويلة، توفي بعد سنتين فقط من حكمه في الولاية، لكن مات واسمه نظيف. لما أجل الحكم ذهب إلى أورشليم وحاول اليهود أن يستملوه ويستعطفوه كما فعلوا مع فيليكس الوالي الذين قبله، لكن طلب وقال لا، المحاكمة تتم في قيصرية. وعندما رأى براءة بولس وكيف بولس دافع عن نفسه وشاف أن القضية ملهاش حل، سأل بولس سؤال: أتريد أن تحاكم في أورشليم؟ طبعا المحاكمة في أورشليم هذا معني يعني القضاء على بولس الرسول، سوف يدبر مكيدة ويقتلوه كما كانوا مرتبون ومدبرون مكيدة من قبل. لكن بولس قال لا، أريد أن أكون في قيصرية، يعني عاوز أتحاكم في هذا المكان. لكن عمل شيء أكثر، قال أرفع دعواي إلى قيصر، يعني إلى روما. فستوس كان رجل حكيم، لم ينصاع إلى فكرة الشيوخ أن يحاكم بولس في أورشليم، لكن سأل بولس، أعطاه يعني الـ 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 الوقت والطريقة. لكن بولس رفض يروح لأورشليم وركز أنه لازم يرفع دعوة لقيصر أن يذهب إلى روما. وأكد فستوس، أكد مرة أخرى أن بولس هو بريء. لكن السؤال، كيف يرسل الرسول بولس إلى روما
بدون أن يعرف التهمة أو ما هي التهم الموجهة له. إذا كانت التهم دينية فعادة القضايا الدينية تعالج في أورشليم عن طريق مجمع السنهدرين. أما بولس كمواطن روماني جنسية رومانية فكان له الحقوق أن يمارس العدالة الرومانية. من أجل هذا فستوس استشار الملك أغريباس، وسوف نسمع في حلقات أخرى عن هذا الموضوع. أعزائي، حتى أذكركم أنه قيصارية أو قيصرية على البحر الأبيض المتوسط كانت تعتبر واحدة من أكبر المدن في أرض فلسطين، وكانت عاصمة الرومان أيضا في أرض فلسطين. بناها هيرودس الكبير، كانت تحفة من الجمال والروعة الهندسية، بنى القصور والمسارح وبنى الحمامات الرومانية، أي أنه جاب الحضارة والثقافة الرومانية إلى هذه البلدة. لكن أيضا بتتميز هذه المدينة أنه بنى واحدة من أعظم الموانئ في البحر المفتوح وتحدى الطبيعة، لأنه المكان مناسب على الطريق الرئيسي فيا مارس اللي بيربط أرض ما بين النهرين إلى مصر. كانت تعتبر فلسطين الجسر بين هذه الطرق، فكان بيعرف أهمية هذا المكان. فبالنسبة للرومان كانت الإدارة العسكرية والمدنية اللي بتدير كل البلاد من جمع الضرائب والحماية، وطبعا في الأعياد اليهودية كان يذهبوا إلى أورشليم حتى يحموا أي مظاهرة، وإذا في أي مظاهرة أو شغب كانوا يخمدوها قبل ما أنه تنشر. فعندما نقول أنه فيليكس أو فستوس وبعده الملك أغريباس في قيصرية، لأنه بالفعل رغم أنه كان في قلعة أنطونيا في أورشليم، لكن الحاكم الروماني كان يمكث في قيصرية. فلوقا عاوز يظهر أنه هذه الحكام رغم كل هذا إلى الآن ما في اضطهاد ضد المسيحيين من الرومان أو مقاومة رومانية ضد المسيحيين، لكن هذه المقاومات كانت من المجامع اليهودية ومن فئة الفريسيين اليهود اللي وقفوا ضد بولس الرسول إلى درجة الحقد والكراهية. أرادوا أن يتخلصوا من حياته وأرادوا أن يقضوا عليه ويغتلوا، لكن الله رتب بعنايته أنه يحميه حتى من خلال السيستم، من خلال النظام الروماني والعدالة الرومانية، حتى الآن يرفع دعواه إلى قيصر. أعزائي، في الختام بولس الرسول كان غير متذمر ولا شاف أنه الوضع فيه ظلم، مع أنه الوضع كله ظلم بسبب عدم العدالة أو العدالة العرجاء بسبب مكيدة من اليهود، لكن فكر بشيء أعمق بصورة روحية أكبر، أنه حتى وجوده في السجن لمدة سنتين في قيصرية أنه كانت ضمن إرادة الله، والله عنده مخطط أكبر. وتذكروا معي أنه لوقا هو كاتب سفر أعمال الرسل عاوز يظهر أنه بولس سوف يذهب إلى روما. فبالنسبة لبولس كل هذه الأحداث كانت ضمن مشيئة الرب. في قيصرية كان عنده نوعا ما من الحرية، كان أصدقائه يأتونه ويزورونه، كان عنده أنه ممكن يتكلم معهم أو يعتنوا به، فهذه كانت طبعا يعني امتياز للرسول بولس في قيصرية. لكن بولس عرف أنه هو حياته في يد الرب، وأنه مش راح يصير أي شيء يعني ضد إرادة الله. من أجل هذا كان عنده الثقة واليقين، ويستخدم كل فرصة أمام أي حاكم أو أي والي أنه يتكلم عن يسوع المسيح. هل أنت بتشهد عن يسوع؟ هل أنت بتتكلم بكل جرأة في أي مناسبة؟ ولا ما زلت تستحي وبتخجل في يسوع المسيح؟ بصلي أنه ربي يحررك من الخوف، تمتلئ من الروح القدس، تتكلم بجرأة وجهارة عن إنجيل يسوع المسيح. على فكرة إذا عندك أي سؤال أو أي مداخلة تواصل معنا، بحب أسمع منك. إلى اللقاء، ربي يباركك، رح نشوفك بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة.